اصلا انت محتاج انك اي جهاز كان شغال في الوقت اللي فيه الاثنين دول مش شغالين يعاد تشغيله من جديد عشان ينفع يسمع كل الحاجات اللي فاتت. هعمل كده ازاي؟ انا ممكن اعمل باكتر من طريقه، منها ان حضرتك تلوجن كده، ولما تلوجن بيجي لك الشاشه السوداء بتاعه الكود، تعمل له ريستارت. تعال نشوف. كمان ده بيعمل شوت داون، تمام؟ ممكن تحتاجه لما تيجي تعمل سكريبت، تمام؟ وتخلي الاجهزه مثلا ترن السكريبت دوت الساعه 12 بالليل، فتوقف كل الاجهزه الموجوده في الشركه الساعه 12 بالليل، تمام؟ المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ هخش على الدومين وهبدا انستول دي اتش سي بي عليه. المره دي بقى هانستول انستول كامل، مش موضوع زي ما انا عملته كده في الايه؟ في الكود. لو تاخد بالك اللي نازل هنا هو تولز مين؟ الدي اتش سي بي بس، فانا هنزل بمانج اد رولز نيكست نيكست. طبعا انت هنا عندك الاختيارات، الكود ده خلاص نازل عليه، فانا هوقف على مين؟ على الجهاز بتاعي، وهقول له هو ده انا هنزل عليه دلوقتي. نازل عليه الاكتف والدي ان اس، هعلم على الدي اتش سي بي. نيكست 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 وانستول، وهستنى الرول لما تخلص. الوقت المفروض الراجل ده خلاص عمل شت داون، فانا هقول له ايه؟ ستارت، عشان يبقى كده كل مكني شايف الدومين في وضعه الطبيعي. دي المرة 17 17 التراك قصده على التراك. يبقى انت فاضل لك ايه في دول؟ 17 من 8 9 3 27 من 40 17 مش هينفع اشتغل دي ناس من غير ما اطبقها، دي ناس من في كلام كتير اوبشن كتير، هشتغل معاها حاجه اسمها اي اس ويب سيرفر،
وابتدي نتعلم ازاي نهوست سايت ونشغل الدي ان اس بناء على الاحتياجات دي. يعني لما يجي وقتها بس يعني نعمل حسابك ان انت انا عايز دومين نضيف لا تلاقى فيه خزمه ولا غيره عشان يبقى ايه شغال معاك كويس وما يتعملش. عندك بيرة انت عامله هتقوم مكنه وتعملها دومين مش حوار. حضرتك عايز دومين بس مش عايز ولا قديش ولا اي حاجه ولا قليل كده كده. انا خليك تعمل واحد دي الناس تاني بطل خلاص. احنا كل سنتس يا جماعه بنتعلمها بنخلص الكومبليشن بتاعتها وبعدين بنقول ازاي نعمل هاي ابيليتي ازاي نعمل باك اب. خلصت السنتس اللي بعده السنتس اللي بعده تمام. طب لو دخلت هنا كده بالمره لغايه ما الرول تنزل نزلت على الرول هقول له دي اتش اس بي هدخل اقول له دي اتش اس بي كونسول كده ابتدي اشوف الكونسول بتاعي. طبعا هنا الدنيا ظهرت لان انا خلصت السيرفر اللي عندي اللي هو الدومين اللي انا قاعد عليه كده ونزل عليه الروت. فلو فتحت شايف العلامه دي بتطلع لك معناها ان النت عامله ده تبيله تشرب ميه ومش شغال تمام. اي علامه غير علامه الصح الخضراء انت عندك مشكله داونلود تمام. هتيجي عليه وتقول له كلمه مين اسرائيل يعني اسمح يا دومين ان هو يشتغل تحت الايه تحت الانفايرمنت بتاعك. اول ما يخلص طبعا مش محتاج يسالك زي ما سالك في الكور انت مين ومن حقك ولا لا لان كده الداونلود يعدي عليه. لو دخلت هنا كده مش هلاقي اي حاجه بالرغم ان المره اللي فاتت في الكور كنت عامل سكوب واوبشن وكلام من ده. فانا عايز اكونكت على الكور اهو واقول له اوكي نوت ريسبوندنج شويه وبعدين هيطلع لي زي ما كتبنا هنا الدومين هيطلع ال 10 6 ايه تحت هنا تمام. موجود اهو هفتحه وهفتح ال 10 او الاجي بيوت فيرجن 4 بتاعنا واشوف فكره ريكونسايل احنا كنا بنتكلم عليها وفين اصلا الباك اب فين الداتا بيز احنا بنحكي عليها ومكان الباك اب بتاعها ازاي اعمل ريستور وازاي اعمل باك اب على السيرفس. لو جيت هنا كده كليك يمين هلاقي في كلمه اسمها باك اب وده اللي بيطلع الملف اللي شايل كل الكونفيجريشن انت عملتها ايا كان عدد السكوب اللي انت عامله. وهنا هتوري له مكان الباك اب اللي انت اخدته عشان تعمل له ريستور. وده لو انت اخدت بالك هو المكان اللي فيه الملف الاصلي وده المكان اللي بينزل فيه مين؟ الباك اب بتاعك. تمام؟ لو وقفت بقى على السكوب كده هلاقي فيه من ضمن الاوبشن بتاعته حاجه اسمها ايه؟ نشوفه كده. ريكونسايل. لما بترجع الباك اب بتاعك وتكون في حاجه حصلت بعد الباك اب مش معمول حسابها في الباك اب بعمل ريكونسايل عشان يبص من جديد على الحاجات اللي ايه؟ اللي ممكن جديده حصلت بعد الباك اب انت اخدته تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ الاثنين دول. احنا اخدنا يعني ايه ادرس بول؟ ما تم اصداره من اي بي هاب موجوده من واحد لكذا وشلنا منه كذا. الادرس ليز هو كل حاجه طلعت او استخدمناها من البول اللي عملناه. ريزرفيشن اللي احنا حجزناه بالماك ادرس ان كل مره يطلب هياخد نفس الاي بي. السكوب اوبشن الجزء اللي فيها الرواتر والدي ان اس اللي احنا عملناه من ضمن الكونفيجريشن. وطبعا اخر حاجه خدناها كانت السيرفر اوبشن لو انا عملت حاجه وعايز اعممها على ايا كان السكوب الموجود. كان عندي بولسي هنا وبولسي هنا ما اتكلمناش عليهم. اتكلمنا على الفلتر ازاي ممكن نقلاو ناس معينين باستخدام الماك ان هم ياخدوا مني اي بي هات او ازاي امنعهم مهما كان جايين مني. نيجي بقى لمين؟ للراجل الطيب اللي احنا عملناه. ازاي؟ مثلا الحركه اللي انا قلت لكم عليها موضوع ان انا عايز اقول انه في ناس معلمين ياخدوا جيت واي وناس ما ياخدوش جيت واي. ازاي نميز بين ناس وناس؟ اتكلمنا في النقطه ديت ان احنا عايزين مثلا واحد ياخد
جيت واي حقيقي والتاني ياخد واحد فيك، وما عرفناش ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده. هو كده ان هو اللي ياخد جيت واي ده يعني هيخرج انترنت مثلا؟ مثلا انا عايز اقول دول يخرجوا انترنت ودول ما يخرجوش، ومش عايز الف عليهم واحد واحد، عايز اكنترول الكلام ده كله من بورصي على السيرفر، وزع كلكم واخدين في نفس الاسكول، بس انت بالذات واخد جيت واي كذا والتاني واخد جيت واي تاني. تمام؟ عشان اعمل حاجه زي كده انا لازم اعرف الدي اتش اس بي ممكن يبص على اللي بياخد منه او بيسحب منه ايبات ازاي. انا ممكن اميز الناس دي عن طريق حاجتين. في البدايه دي حاجه اسمها كلاس، اما انك بتميز من خلال ما يسمى بيوزر كلاس او حاجه اسمها فيندر كلاس. الفيندر كلاس بيبقى صعب شويه في استخدام، ومش من الحاجات اللي هي ايه يعتمد عليها، لان ممكن الاقي كل الاجهزه عندي اتش بي، بحكم ان السيرفرات كلها او الاجهزه بتاعت اليوزرز انا باخدها كلها من الشركه في حته واحده، فانا هميز منهم ازاي؟ ما كلهم اتش بي. فاستخدامنا للفيندور ما هوش ايه؟ ما هوش قوي قوي. الاستخدام الامثل هو مين؟ اليوزر كلاس. وما اقصدش في يوزر كلاس انه يوزر شخص، لا، حاجه ميزه امسكها فيك واقدر استخدمها. فقال لي طيب انا عايز اعمل يوزر كلاس يعني صفه مميزه، بمعنى الباشمهندس جاي ومعاه كارت وراح عند الحبايب، اول ما دخل بالكارت الباشمهندس الكبير ده داعي ذكر اسمه عشان التسجيلات استقبله الراجل زي الفل مفيش مشكله. هل اللي جاي بكارت غير اللي جاي من غير كارت؟ اكيد لا. يبقى انت جاي ومعاك صفه، وانا ببص على الصفه وبناء على الصفه دي بعمل ايه؟ باخد القرار. طب مبدئيا ايه هي الصفه؟ اتعمل ازاي؟ وبعدين اديها لك انت ازاي؟ وبعدين لما انت تيجي ابص عليها ازاي وعايز اخد القرار؟ تعال بص كده. تلاش ممكن اديك كارت عادي. طيب. ما تمشيش كروت هو. لا ما هو الحقيقه يعني بس هو انا شخصيا محترم الصراحه، كل الناس اللي اتعاملت معايا بتقول مش سهل. طيب. لو انا عايز اعمل حاجه زي كده هعملها ازاي؟ لو انتوا محتاجين نوصي عليكم عادي. اه يا ريت. يا ريت. وشلنا شويه كروتين. يا ريت يا بس يا ريت. طيب. عشان اطلع موضوع الصفه دي واشتغل بيها، قال لي بص انت لو جيت هنا كده وعملت واحده ريفرش كده نشوف الدنيا. في حاجه هنا كده اسمها ايه؟ لازم احط الصفه الاول. لما يجيني ومعاه الصفه دي، سواء كانت الصفه دي بقى خاصه بيوزر او خاصه بطلب او خاصه بمين؟ بجهاز برضه، انا هشتغل باليوزر كلاس. تعالى ندي الصفه اللي عايزين نبص عليها. قال اديها اي اسم وليكن نت، زي الباشمهندس ما بيقول احنا عايزين نطلعه ايه؟ الدبل. قال لي عشان تكتب دي اللي هتظهر ليك، لكن الكود اللي يتميز بيه بيتكتب فين؟ بيتكتب هنا. خد بالك من الكلمه دي، بص اللي كتبته اسكي يعني بلغتك يتحول لمين؟ هو ده للقرار. بص كده يا باشمهندس خليك حافظ الكلام اللي احنا كتبناه. تفرق كابيتال وسمول. فرقت لان الباينري ايه؟ اتغير. تمام؟ يبقى انا عشان اخلي بالي بقى من الموضوع ده واخلع انا هعمل ايه؟ انا بقضي حالي كله ايه؟ كله سمول خلاص عشان ما اشغلش بالي مين كابتن ومين مين؟ مين سمول. تمام؟ فانا همسح الرقم ده كده اهو وهقول له ايه؟ بص احنا شغالين بكلمه نت، ويطلع الكود بتاعها كده واقول له دي الصفه اللي انا هبص عليها واقول له يبقى الصفه اتعملت. طب لو هو جالي بقى ومعاه كلمة نت دي انا اعمل له ايه؟ هتفتح له النت اشوف بقى ايا كان هسيبه بقى. بص هنا كده دي كليك يمين نيو بولز واعملها باسمها ايه؟ تيست يا سيدي نكست. ايه الشرط اللي جاي؟ لان هو معاه كلمة مين؟ النت اللي احنا لسه عاملينها. هقول له ادي الشرط. اذا لقيت اليوزر كلاس اللي جاي بيساوي كلمة
نت. اعمله ايه بقى دلوقتي كده؟ واحده نيكست. طب اللي هيجيني دول هيجوني من اي بيهات معينه ولا من السكوب كله؟ انا بالنسبه لي هقول له اي حد جاي لك ومعاه الكلمه دي تمام نيكست. اعمل له ايه بقى؟ شايف الكلمه دي؟ ادي له جيت واي مثلا، ادي له جيت واي مثلا 110 تمام، واقول له ايه؟ نيكست فينش. كده كلهم طالعين نت بقى، ما فيش فين كلهم. انت لسه ما عملتش اي حاجه، انت قلت ان في صفه اسمها نت، اللي يخبط عليا بيها هدي له جيت واي اسمه كذا. مين بقى خد الصفه ازاي؟ يخبط ازاي بس؟ كويس. كان في اوبشن كده موجود عندي اهو. بص يا هندسه تعالى نديها تاني كده قدامك ونشوف. كليك يمين نيو بولز نيكست. هنا انا ممكن احط شرط واحد او اكتر. لو قلت اند وانا كاتب هنا اكتر من شرط يبقى لابد من تحقيق الشروط كلها، ولو حققت من الشرطين واحد انت كده ما اشتغلش. اور معناها ايه؟ واحده او دي او دي تمام. انا هقول له اور هنا وهدي له الاوبشن بتاع اور دي بتخصص الاور. لا اي واحد بيخصص واحد. اذا كان معاك شرطين واحد فيهم يعدي يبقى انت عديت. زي 0 1 كده يعني. زي 0 1 لازم كله. لا يعني لازم كل الشروط. تفاعلات اكسل. ايوه تمام. يلا بينا. يوزر كلاس بيساوي نت اد اوكي نيكست. هيجيلي من اي الاي بي وبعدين هديله راوتر وليكن 110 اد نيكست فينش. يبقى في الطبيعي جدا كل الناس تاخد كام؟ راوتر 251. وانت دلوقتي حطيت راوتر تاني ايه؟ 110. لو الراجل جاي من غير الصفه ياخد 251، لو جاي بالصفه 110 ياخد ال 110 تمام. ده المفروض اللي احنا عايزين نعمله. حققنا نصه، فاضل ايه؟ الراجل هيجي ومعاه الصفه دي ازاي؟ اديله الصفه ازاي؟ اميزه ازاي؟ جميل. هنا الراجل خلص مسؤوليته، المفروض اروح لمين؟ للجهاز نفسه اللي جاي. فتعالى مثلا نطبق عند الاديشنال. هو غلط طبعا نعمل كده في الاديشنال بس ماشي. انت عندك كويس وانا عندي كويس. في مشاكل اروح اشتغل فيه؟ لما لو شغال انا مش زيكم. لا انا شغال. قاضي حالك وهناك لو اتعملت. لا انا ما عنديش الكلام. رقم تيست خالص. انا واخد بالي. صح. انا كنت واخد بالي. في نص يا جماعه لما تيجوا تسكوا وانت بتعمل الكلام لاول مره لازم تخلي بالك من حاجتين، انفايرمنت نظيفه ومكان نظيف، عشان حضرتك لسه مش عارف الدنيا هتبني هتشتغل شكلها عامل ازاي. لما ربنا يكرمك وبتطلع ما تروحش الحته معكوكه وتشتغل فيها فما تبقاش عارف اللي انت عملته هو ولا اللي عك انت هي ولا هي جايه معكوكه طبيعي. ما علينا ما علينا. انا دلوقتي هخلي المكنه دي تاخد دي اتش سي، فالمفروض الطبيعي اللي انا هشوفه هي هتاخد من فوق ال 30 او فوق ال 20 على حسب ما انت حاطط، وهتاخد الجيت واي بتاعها 251. انا بقى عايز اشوف ازاي اخليها تاخد ال 110، يعني تروح تخبط على الدي اتش سي بي وتقول له انا مميزه بكلمه نت اديني الايه؟ الراوتر 110. تعالى كده بص. لو جهاز متخصص له مثلا كونفجريشن معين وحطيت له مثلا اي بي وجيت واي معينين، منين ما بيدخل بيبقوا هو اللي عليهم خلاص كونفجريشن. لو انا عملت له جيت واي هياخد انهي؟ طب ما تديله الجيت واي اللي انت عامل عليه وخلاص. افرض مثلا الشمس بتطلع مثلا على الفوتو مور ستاتيك. معلش السؤال يعني ايه سببتهم؟ لا يعني عملت له ريبرزيشن ريزرفيشن. حلو تمام. انا دلوقتي بعمل نفس الخطوه اللي حضرتك بتعملها دلوقتي، ما
وحطيت جيت واي تاني. هو دلوقتي هيشتغل على جيت واي الديفولت جيت واي ان شاء الله. الريزرفيشن بياخد معلوماته كده كده من مين؟ من السيرفر. يعني مش انت اللي بتحطها بايدك بس هي تعتبر شيب ستاتيك. لكن بياخد الديفولت ما بياخدش اللي انت عامله دلوقتي. ليه؟ لان اللي انت عامله دلوقتي ما حدش هياخده اصلا الا اذا طلع له كلمه نت اللي احنا لسه ما عملناهاش. عشان كده بقول لك حط بقى الجيت واي بتاعك اللي فيه النت عشان ياخد الديفولت اللي انت عايزه. دلوقتي انا اهو هحطوا كده كلمه اوبتين اوبتين والمفروض ان انا استنى اشوف الرقم اللي هو هياخده هيبقى كام. لو لقيت الوقت اتاخر زي كده ممكن حضرتك بس تتاكد ان كل دول شغالين على سويتش واحد ده انترنت والدومين بتاعنا المفروض ان هو انترنت والاديشنال كمان يكون ايه انترنت. تمام؟ يبقى انا كده مطمن. يبقى بالنسبه لي المساله مساله وقت وهتلاقي الدنيا ايه ظبطت. نشوف لغايه دلوقتي هو أبيبة ومش عارف يسحب من مين؟ من الدي اتش سي. تمام؟ ايه اللي ممكن يعوضك ان انت تسحب من الدي اتش سي بي؟ السؤال هو مثلا هو هيرد عليا لسه ما وصلتش يعني. مثلا؟ لا مش بالضروره. اي سيرفيس يا جماعه مش دومين سيرفيس ينفع الناس ورك بروم يستفادوا منها وجوين دومين سيرفيس. خلاص خلاص كام؟ حبيبي بس حبيبي تمام. هو ممكن يكون ايه المكان لسه ما عملتش يعني؟ ازاي؟ حتى الان انا مش شايف اي بي هات فانا جايز نعمله بقى الايه؟ الكوماند جايز. لما بيحصل معايا انا حاجه زي كده بروح احط المكنه دي اي بي في ايدي وبنج على الدي اتش سي بي شايفه ولا عشان اتاكد هل في كونكشن موجوده عشان كده انت مش عارف تاخد ولا ايه الكلام. فنشوف لو انا كتبت له هنا اي بي كونفيج المفروض دلوقتي يطلع لي الاجيبه اللي انا مش عايز اشتغل بيها. لو قلت له بقى ريليز اللي هو اصلا ما اخدش حاجه فنشوف هو هيعمل ايه. اه بص كده هو فعلا انت ما خدتش اصلا اي بي عشان ايه؟ عشان تسيبه. يا عم تعالى نعمل كلمه مين؟ مين؟ ونشوف. بس هو ممكن يكون فعلا في الكونكشن يعني هو مش شايفه. ممكن. وبعدين احنا المفروض ما نعملش الكلام ده على مين؟ اساسا احنا بس يعني عملته على انجاز. كنت هو كان ريليز ديت كنا بنعملوها على راوتر عشان يسيب الاي بي اللي هو ماسكه ياخد الاي بي الجديد. لو معاك اي بي يسيبه وتروح للجنت. بتاعت الراوتر لما كان مثلا في اي بي في اي اي بي حتى البيت بي احنا عشان كنت عملنا ثلاثة اي بي باين وقلنا عايزين نشوفه هو بيسال في ايه. طيب هو بيتكلم على فكره ان احنا جيت واي كنا عاملين ثلاث راوترات ثانيه بيختار اي واحده منهم. في مشكلة كده معانا هقول له 10001 في يوني 10 على 10006
ما بيجيبليش. يبقى كده هي دي المشكله اللي احنا عندنا مشكله فيها, ان الراجل مش عارف يتكلم. وبعدين البوست اهو يعني هو عارف يوصل بس مفيش ايه, مفيش رد. يبقى اكيد في حد ايه شغال عنده فاير سبورت ونوت. وبعدين تعملوا كومنت يا عبود يلا تعالوا نعمله. جيت واي حاجه بتكتب فيها فيرب وناون يبقى حضرتك بتتكلم بورشل طبعا ينفع, بس احنا اكيد ايه اكيد عندنا حاجه ثانيه. الراجل هنا كنترول وانت وانت وهكتب له الباسورد بتاعتي. عشان بس الناس اللي بتتكلم ما فتحتوش والله. ما انا بقى ولا مش اسكو وريني فيه. اعتقد الكومنت كده هنشوف لو كان ولا لا. يبقى تعالى نشوف كده واحده واحده. خلاص الكوماند ده بيعمل ايه؟ كلمه نيتش دي فيها كميه كوماندات بالعبيط. لو انت حابب تعرف ايه هي الكوماندات تكتب كده نيتش تعيش حياتك. تمام. انا خدت منها كلمه مين؟ اي دي بي فاير. فكتبت كده الكوماند بتاعي لو سمحت يا نيتش طلع الاي دي بي فاير وول خليه على كل البروفايلز. كلمه بروفايلز معناها اللي هي دومين وبابليك وبرايفت والكلام ده. خلي الحاله بتاعته تعتبر ايه؟ أوف. هل بعد ما انا غيرت الكلام ده ورحت للاديشنال وبدات اقول له تعالى بينج من جديد على 10.006 في ريبلاي؟ اكيد في ريبلاي. بمعنى كده ان انا لو جيت وقلت له كليك يمين وبروبرتي وشلت الاي بي اللي كنت حاطه بايدي دلوقتي كده. ما فيهاش فرور عندي دي الحاجه اللي جاب لي مسج جامد. دلوقتي فرعت مفرعت. حتى الان لسه برضه بس هنشوف. ممكن نعمل ديسيبل وانيبل كده على السريع. مسهل الحاجة ستيل ايش جرب يسيب هو لسه بيعمل على الفايل.
حصل معاه مشكله في المكان نفسه، ولما جم عملوا خدوا الهارد وبداوا يحطوه من اول وجديد، دخلوا هنا على الدومين عشان يشوفوا الكود متشاف ولا لا، فالكود ما كانش شايف، يعني هنا ما كانش شايف كود. تعال كده نجرب، لان كده السيرفس بتاعتنا تعتبر واقفه. تمام، ممكن نبدا لا بقى نفسك يعني بقى بس انا عايز تهد هنا عايز تهد هنا انا مش اصلا مش بص انت واخد بالك ان ده واخد بالرغم من الفيزيكال مش هيك ولا الفيزيكال اصلا مش حاسس طبعا انا شايف فيه ان هو يكون هو اللي قال له وصلنا لجوار وايه وصلنا لجوار فاهم انت بيطول ان انا عجبه عنده يطلع من المكتب ده للمكتب ده رسالة مش عايز يقعد انا النهارده بقول له طول ما نشوفوش بعض انا كده براستر السيرفس مش براستر السيرفر اللي كده اشتغل على الجديد وبعدين بشوف القديم ده يظهر عشان ما اغيرش خالص. ستيب جديده تمام مفيش مشاكل. فكك من اي دي سي وتعالى نروح للبيرنت ومش باين عليه اي اعراض بس ماشي. دلوقتي احنا هنشتغل على المكنة الجديدة بتاعت الدومين وتعالى نعمل سكوب كده على السريع ونعيد الخطوات كلها من اول وجديد على الجديد ده سكوب 1 تمام نوزع من 10.01 وحتى 10.099 السبنت ماسك بتاعنا 24 نكست على الاكسكلود من 1 لغاية 20 نكست 8 ايام كونفيجر دلوقتي الجيت واي بتاعنا بتدخل بقيت 100 ده اللي هياخده كل الناس ودي الناس بتاعنا واحد مش عايزين وينز وفينش تمام العلامه دي بتطلع في اكتر من مكان هنا معناها ان انا محتاج واحده ريفرش لو السكوب اي بيهاته خلصت بتطلع دي لو انت عامل بولسي او وقت كتير بتطلع او عامل ديناي بتطلع فانا هقف هنا كده واعمل واحده ريفرش ونشوف والدنيا تمام تمام كده المفروض ان الدنيا توزع كده الراجل خد 21 اللي هو الفيزيكال تمام تعالى بص كده طب دخلت هنا شينج ادابتر اوبشن الفيزيكال اللي ما كانش واخد خد من عندنا عليه تمام بيقفل دي كده لو رحنا للاديشنال المفروض الاديشنال كمان يبقى ايه يبقى اخد كمان اي بي ان تعال نبص بالمناسبه عشان ما ننساش عشان زي ما عملت مع الجروبات اللي قبلكم عشان تكونوا كلكم زي بعض احنا نهد المكان كله مش هناخد حتى بيرد ايه 22 عادي خالص ليه بقى انا هعمل كده لا عشان احنا خايفين حاجه على 20 22 هو
خاص. دلوقتي احنا هنشتري لايسنس جديد، هنشتري 2022 ولا 2019؟ انتوا؟ اه. انا مش ايوه انا معايا لايسنس اصلا، انا بطلب هناك يا شركه هنشتري لايسنس جديد. مايكروسوفت لايسنس جديد. مش كراك. ايوه عود نفسك ما تطلعش تطول طلعه في الجديد. الجديد لسه فيه مشاكل. خليك في اللي تم استخدامه ونزله بقى ابديت صور بتاع. خليك في مشاكل خلاص. لكن انت الجديد ليه انت تبقى البايونير اللي اتجربه فيك؟ وبعدين انت ليك انفايرمنت يعني ناس شغال يعني ما فيش في النص تقول لي ايه؟ عشان انت مثلا تكون عايشين فيها مشكله فهنضطر ايه؟ ارجع احسن. ما فيش الكلام ده مش متاح. فهمت قصدي؟ انا مش جاي انا برضه مستني ده اخد اللايسنس اللي انا عايزه وعارف ان انا هزيد مش مشكله ده مش معناه ان انا هزيد بس ده لو طيب برضه يعني وانا راجع وراحتكم بقى منكم المايكروسوفت ايوه تمام سيرفر وزع والدي اتش سي في وزع الاثنين والدنيا جميله انا بقى عايز الاديشنال ده بالذات ياخد بتوي مختلف نبدا مع بعض تاني الخطوات اللي احنا عملناها من شويه هروح داخل هنا على البي دي سي تاني وهروح على الدي اتش سي بي سيبك من ده خلاص هقف فين ديفاين يوزر كلاس اد اسمه نت كودو نت برضه اوكي كلوز حطيت الصفه باقي عليا اروح البوليسي اقول البوليسي اللي يخبط عليا بالصفه دي اعمل له الشرط اللي هيجي بيه الراجل دوت ان يكون معاه يوزر كلاس طبعا لو انت ركزت ماك بس احنا مالناش دعوه يوزر كلاس يساوي ده الشرط بتاعي اول ما يجي ويكون معاه كلمه نت المفروض الخطوه الجايه وهو جاي من ايات معينه لا هو جاي من اي اي بي انا ما اعرفوش نيكست انا حط له راوتر الراوتر مثلا وليكن 10 زوزو ايه؟ 200 لان 100 هي الديفولت العادي بتاعنا. واقول له نيكست وفينش. كده هنا انا تمام. فاضل عليا ازاي اقول لليوزر كلاس ده انت مع فلان وفلان لا. تمام؟ ادي بسيطه. طالما الناس ما شاء الله احلامهم بالكوماندات كترت فاحنا جايين عشان نلبي الاحلام. تمام؟ طيب تعالى بص حضرتك كده قبل ما نعمل اي حاجه هي دي المكنه اللي احنا هنجرب عليها اول حاجه نشوفها ان هو واخد مين جيت واي كام 100 وتاكيدا هقول له ايه سلاش قول فلو بصيت كده الدنيا تمام التمام والراجل 100 اهو وهي بهاتك ودنيتك انا عايز بقى اقول له ايه انت معاك صفه النت خلي الدي اتش سي بي يديك الايه الراوتر الجديد بتاع الناس المميزين ومال طبعا احنا بنشتغل باي بي كونفج واي بي كونفج على قول بقالنا سنين صح وحضرتك ما فكرتش ما شاء الله في يوم من الايام ان دي حاجه تانية غير قول دي اكيد في ده في بلاوي يا سيد سيد نت كلاس اي دي يا غير وقول له بقى كلمه مين؟ كلمه مسافه هنا وهنا تعال ناخد اسم مين؟ الكارته بتاعته اسمها ايه؟ الكارته معلش اسمها ايه سميت؟ انا هكتب هنا كلمه مفيش مسافه تعالى نعمل كده ايه اللي حصل؟ ايه بقى اللي انا كتبته؟ يبقى دي كده الناتج النهائي ان انا قلت له انت معاك الصفه اللي اسمها نت ولو انت ركزت بص نت خد الكلاس بتاعك ايه بقى الكومنت اللي انا كتبته؟ اهو اي دي كونفج ست كلاس اي دي انا بديك الصفه بتاعت الكلاس اي دي الصفه دي هتتحط على انه كارت نتورك عشان لو انت عندك اكتر من كارت هو الكارت اللي اسمه ايه سر نت لو كان اصلا ما عندوش كارت غيره ممكن ما اعرفش هو شغال لا لازم يتحط تمام الكوماندات يا جماعه ما فيهاش انك تشيل تمام
من بعد كده خدت مسافه وكتبت اسم الكلاس اللي انا عايزه ايه ادخل فيه. هو اليوزر المفروض يعمل الكلام ده؟ مشكلته ان انت ما تعرفش اسم الكارت بتاعت النتورك وان كل الاجهزه اللي عندك كل واحد واخد اسم، صح كده؟ ما يعرفوش اسم الشبكه اللي هم قاعدين عليها. اه طب هو المفروض اليوزر ما يعرفوش. طيب لكن حضرتك عندك اوبشن تاني في كوماندات بتعمل رينيم لاسم الكارت بتاع النتورك، يبقى انت كده بتوحد كل الايه؟ كل الشبكه. وبالتالي تعرف الكلام ده اكيد في هنا حاجه. ما هو في كوماندات ايه؟ ايه بقى كوماندات؟ وانا كده انا سيرش على كل حاجه. لا ده ايه ايه هو كوكي بارك؟ يعني كوكي بارك يعني ولا ايه؟ اخواتك الصغيرين لا معلش ما بقوش صغيرين كبروا ما شاء الله. تمام الكوماند ده عشان يست الكلاس اي دي. طب لو انا عايز ارجع زي ما كنت انا غضبت عليه مش هديله ال 200 ده، عايز ارجعه 100، قال لي ولا الهم بص كده مش هو كان الكوماند كده؟ لو جيت قلت له اي بي كونفج على مين دلوقتي رجع كام؟ وشال منه مين؟ الكلاس. اشيل اسم الكلاس اللي انا عامله. تمام؟ تتفضلوا كده بكل وقار وتقدير تعملوا لنا الكلام ده. وعايزين نشوف اي حاجه نقدر نعمل فيها رينيم للكارت بتاع النيكو. والاوحش من كده وكده وانا هقفل على الجهاز جهاز ان شاء الله هعمل الكوماند. ايوه هو اكيد لا انت عندك رولز فيها حاجه اسمها سكريبت يعني رن كوماندات. الكوماند ده يرن بقى واليوزر بيعمل لوجن والجهاز بيستارت ولا بيشت داون بتاعتك. لو كتبت له الكوماند ده وعملته ملف باتش فايل يعني هيرن عندك. المهم جربونا دي واحنا كده كده هنعمل احنا بنحكي لكم عليه ده. انا عارف مش هتعرفوا تصوروا حاجه ويعني جاي فرصه. لا الله يبارك لك ربنا يخليك يا اخي. عادي مش طيب. اه هو اهم دلوقتي مش فايل على طول خير. لا يا بس سايس ما ضاعوش الشاشه الزرقاء من الوقت حتى الشاشه الزرقاء ما ضاعش. ايه ده؟ جراب بس وتديني خمس فردات اتسرقوا. ما عنديش وقت اشوفها. احنا كنا عاملين اديشنال واخد رقم 2 كده المفروض الدنيا سيب ورسيب يبقى فيها تمام. وهنا الدنيا هنزل نفس الرول هنا تاني وكده هيبقى عندي 2 دي اتش سي بي شغالين تمام ما فيهمش مشاكل. واحد حاطط عليه السكوب والتاني ما عليهوش اي سكوب. انا هوجد ريليشن شوف بس معلش شوف هو انا شوف بس مش شايف حضرتك مش شايفني ولا مش سامعني؟ لا مش شايف حضرتك. اهو كده تمام كده مش كده مش كده عليها بس في الاديشنال اهو مانج 7 مانج نيكست نيكست وهنزل الدي اتش سي بي معايا لسه معلش انا مش مع حضرتك كل ده شايفني 7 علمت على رول وهكمل الانستليشن عادي خالص بعد ما يخلص بدعم الريليشن ما بين الاثنين. الغرض ايه؟ انا مش عايز يبقى عندي 2 دي اتش سي بي كل واحد قائم مذاكر. انا عايز الاثنين مرتبطين بنفس الشبكه. مش محتاج اعمل الملي سكن. عايز الاثنين يتبادلوا مع بعض البيانات بحيث لو واحد وزع الثاني عارف ايه بتوزع. زي اديشنال بالظبط. كل سيرفيس هتاخدها بدايه من دلوقتي هتعمل فيها نفس الحركه. دي اتش سي بي دي ان اس ايا كان بقى اللي انت هتشتغل فيه. خلاص؟ الهاي افيلابيلتي
شكلين بالمره كده. لسه لو عملنا اديشنال تالت مثلا فهي فرع تاني. لا ملوش علاقه. لا يا جماعه هتبيع السبورتين على اساسه هي اي معلومه موجوده في الاربعه بارتيشن بتوع الدومين. الاربعه بارتيشن ما بيضموش اي سيرفيس غير الدومين سيرفيس والجيمز فيما عدا ذلك كله مانوال انت بتعمله. لما انت بتعمل احنا هنعملها دلوقتي دي الاثنين دول بيسمعوا من بعض زي كانهم بينهم ريبليكيشن. عشان اللي عملت كده انت اللي اسست لكن هي مش هو. خلاص يبقى انا الرسمه اللي انا عايز اعملها ايه؟ ان انا عندي سويتش وحاطط عليه الدومين اللي فيه دي ان اس وحاليا بقى فيه مين؟ نظريا المفروض ده اخرك ما تعملش حاجه ثانيه في الدومين يعني ما تحطش عليه حاجه ثانيه. لو هتزود كورس اللي جاي ان شاء الله ممكن نحط عليه مين؟ ان بي اس دي حته خاصه بالبي بي ال تمام؟ طبعا احنا هنعملها هنا اللي احنا لاب لكن مش هتعملها فين؟ في الريل لاب. وحطيت واحده هنا اديشنال فهي برده معاها مين؟ ودلوقتي احنا حاطين عليها ايه؟ دي اتش سي. اللي جاي ايه بقى؟ ان انا عندي مكنه هنا هتاخد من دي اتش سي. تاخد منين هو واحد؟ لو انت سبتهم كده يبقى كل واحد لوحده ما نعرفش حاجه. وتلاقي واحد عمال بيوزع والتاني كل اي بيهات وبدات وكلام ده كله. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين اللي يتكلم اي واحد من دول يديني. وفي نفس الوقت لو انا خدت من هنا يبقى الراجل ده عارف ان ده اتوزع. وزع اللي بعده واللي بعده وهكذا. عشان تعمل حاجه زي كده يبقى انت بتتارجت حاجه اسمها مين؟ الهاي افيلابيلتي. انا عايز السيرفيس بتاعتي متاحه طول الوقت في 24 ساعه طول. عشان اعمل كده انا كان عندي معظم الحاجات اللي موجوده عندي الكورس اس اي ما فيهاش هاي افيلابيلتي بيلت ان تمام. يعني الدومين مع الاديشنال اوتو انت ما بتعملش حاجه فيما بعد كله لازم تعمله مانوال بايدك. وفي حاجات فيها اصلا انك تعمل وفي حاجات ما فيهاش. هنقول امثله. كل السيرفيس اللي انت بتعلمها في الاس اي فيها موضوع الهاي افيلابيلتي بس انت لازم تكونفيجر ما عدا السيرفيس بيقولوا عليها مين؟ الاي اس. عشان كده السيرفيس دي الهاي افيلابيلتي بتاعتها بتتعمل مانيوال من الاساس. يعني حتى كلمه اتش اي دي مش موجوده عنده. انت اللي بتكلفه. هتاخد الكلام ده في اخر كورس في حته اسمها مين؟ في الاوفر كلاستر واللود بالانس والكلام من ده. احنا دلوقتي بنتكلم في سيرفيس اسمها دي اتش سي بي. فيها الاتش اي لكن ما بيتعملوش كونفيجر اوتو زي مين؟ زي الدومين. انت اللي بتخش الكونفيجر تمام؟ عشان اكونفيجر الكلام ده انا محتاج السيرفرين اهم السيرفرين. اخش اعمل ايه؟ قال الهاي افيلابيلتي ليها شكلين في كل السيرفيس. حاجه اسمها لود بالانس وحاجه اسمها ايه؟ فين اوفر وساعات يسموها ستاند بوينت. اللود بالانس انا بعتمد ان الاثنين بيقدموا نفس الخدمه بس الطلبات اللي جايه طلب هنا وطلب هنا. تخفيف احمال او توزيع احمال. في الفيل اوفر لا، الفيل اوفر واحد بس شايل كل اللود ولما يقع التاني يبتدي ايه؟ يخش الخدمه بداله. ثانية مفيش حاجة اسمها كده. لو احنا اتكلمنا بالكونسبت العام لكلمة هاي افيلابيلتي ده ليه شغلة وده ليه شغلة. نقول إذا كانت الحاجات اللي أنت بتعملها ما فيهاش داتا بيز ما فيهاش داتا رايحة جاية ما فيهاش أبلكيشن زي مين؟ صفحات الويب اللي أنت بتحط فيها مثلا بروفايل بتاعك صورتك السي في بتاعتك مؤهلاتك مهاراتك الحاجات اللي فيها اعلانات ثابته زي مثلا تخش تلاقي مثلا الهوم ثابته اباوت اس موجوده زي مواقع الجزء بتاع الاستخلاص الجمركي والملاحه والكلام ده. شركات الملاحه معظم المواقع تحس ان هم كلهم كوبي بيست من بعض.
ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيفرضوا لك خدماتهم وخلاص. اي تعاملات فيما بعد بتخش الايه؟ بتخش الشركه نفسها تتكلم معاهم. كل فتره كده يجي يعمل لك ايه؟ يغير كم صوره، يحط له كم صوره مركب، كم كونتينر، مش عارف ايه، يعني شبه الموقع اللي بيعمله او الويب سايت ده ثابت في الكونتنت بتاعه، تمام؟ اما لو حاجه فيها بقى داتابيز اللود بالانس ما ينفعش. ليه؟ مش ده سيرفر شايل الابلكيشن وده سيرفر شايل الابلكيشن، انا سجلت داتا هنا. افترض جيت اطلب راح اللود بالانس موديني فين؟ فين الداتا؟ شيخ مفيش. عشان كده الحاجه اللي فيها داتابيز ده بنشتغل بيها مين؟ عشان اللي شايل طول الوقت مين؟ واحد. ولو وقع الناس هتروح على ده، وده هيكون بص على نفس مين؟ لان من طبيعه الداتابيز من طبيعه الطلبات انا رايح ليك، والداتابيز ليها مكان واحد مش مسموح بالكتاب والقرايه غير مين؟ لواحد. ممكن تفكر نفسك بيها لو انت بتشتغل او بتشوف مثلا ناس بتحجز بسيطه، عارفين فيلم بتاع كده رضا؟ احنا عايزين نخش على الشباك في نفس الوقت في نفس الثانيه، الكلام ده كلام فاضي طبعا. تمام؟ لان الداتا بيز اول ما حضرتك بتعمل لوج وبتعمل عمليه بيحصل حاجه اسمها لوك للتيم، بيقفل الجدول ده. فاي حد يجي يدخل، عشان كده لو رحت تحجز طيران اول ما انت تيجي تحجز وتيجي تخش من مكان تاني او من موظف تاني يقول لك ايه؟ ثانيه واحده بس ايه؟ العمليه تفتح دي يعني ايه؟ يعني طيب. كل اللي كان شغال وفتح على التيبل يوقف ويحجز ويخلص وتيجي بقى لوك يتشال ويتفتح لك التيبل وانت تسجل. ان اكيد يعني مش معقوله هتروح تحجز تذكره لشخصين هتطلع انت الطياره يقول لك لا انا اللي حاجز الاول، هتمسك في الحديده اللي في النص، مفيش الكلام ده فوق، تمام؟ فلازم حضرتك يتعمل لوك للتيبل وبعدين تخش تلاقي نفسك ايه؟ في كرسي تاني. تمام؟ طيب انا هنا بقى هعمل ايه؟ انا هعمل الاثنين. هعمل مره لود بالانس وهعمل مره مين؟ في الام. طيب اعملهم منين؟ قال بسيط، جوه الاوبشن بتاع الدي اتش سي بي في حاجه اسمها في الاوبر، في حاجه اسمها لود بالانس. تعالى بص كده. الميزه بقى في الحاجات اللي فيها لينك ان زي كده انها شرحه نفسها. غير لما ربنا يكرمك بقى ويتكلم دول يعني مش عايز اقول لك هيطلع عينك ازاي، لازم تبقى مركز قوي، الموضوع بيبقى كبير شويه. خلاص؟ تعال نبص كده، انا خلصت هنا اهو الدنيا، هعمل كومبليت الدي اتش سي بي وبالتالي هيطلب مني الاوثرايزيشن والكلام ده. انا هنا بقى سطر الكود، انا كده كاني داخل على الكود عشان اكملها. دان ودان يبقى الراجل ده بقى من حقه هو كمان انه يوزع اي بي هات. يبقى انا كده عندي 2 جي اس بي مفيش اي علاقه ما بينهم خالص، كل واحد قائم بذاته. ده اسمه ده سطرنا عليه الدي اتش سي بي ولا الكويز؟ لو دخلت هنا كده عشان الكلام بتاع الباشمهندس، بص كده انا دلوقتي بفتح التولز، المفروض اهو الجهاز اللي شغال معايا في نفس الشبكه ما عليهوش مين؟ اي سكوبات ولا حاجه. لما اعمل الريليشن ايا كان بقى لود بالانس او في الاوفر، اكيد الكونفيجر ما تيجي ايه؟ هنا لوحده، يجي هنا لوحده. ولما يجي لوحده معناها احنا شايفين بعض وشايفين بنعمل ايه، تمام؟ اعمل كده ازاي؟ قال لي هتقفل ده وتروح للي ايه؟ للي شايل الداتا، لان هو ده اللي هيطلع من الكود. تعال نبص كده. هيا ترى بقى كده انا مش محتاج ده، هقول له بس ايه؟ مش مشكله. طبعا انت لما بتعمل حاجه مرتين ممكن يطلع عندك ايه؟ لان اوريدي هو معمول اوثرايز خلاص، تمام؟ فلو طلعت لك ما تقلقش منها طالما انت عملت الكلام ده قبل كده. هدخل على الدي اتش سي بي كده، انا كده على الدومين، وادي اسم الدومين، وادي الاي بي فيرجن 4 اللي عندي، وادي السكوب اللي انا عملته. كليك يمين هنا ادور كده الاقي في كلمه اسمها ايه؟ يبقى انا كده داخل عشان اعمل الهاي افيلابيلتي ما بين الاثنين، بس انا مكتوب في الاوفر، فين موضوع اللود بالانس؟ لما تخش جوه. حضرتك عايز تعمل الهاي افيلابيلتي او الانتجريشن على مستوى كل السكوبات لو انت عامل اكتر من سكوب، ولا على
السكوب اللي انت تحدده براحتك. طبعا احنا هنا مش هنفرق بين الاثنين لان احنا ما عندناش غير ايه؟ واحد بس. هقول نيكست. هنا بيقول لي مين شريكي اللي هيشتغل معايا اللي هيبقى شايل معايا؟ طبعا المفروض اقول له ايه؟ هات سيرفر. لو الدنيا كويسه المفروض ان الاديشنال يطلع في مين؟ في دول. بس هو واضح ان هو لسه ما ايه؟ ما سمعش. طب اعمل ايه؟ اقول له براوزر. ومن براوزر هنا اقول له ادفانسد وفايند ناو. المفروض يطلع لي كل السيرفرات سواء كان عليها دي اتش سي بي او ما عليهاش. المفروض دلوقتي اختار مين؟ الاديشنال. اقول له ادي الاديشنال بتاعي. اوكي اوكي. وكمان واحده اوكي. هيديني برده نوت ريسبوندنج كده ثانيتين. وبعدين لو الدنيا صح والدي ان اس شغال كويس هتلاقي مكتوب كده كده في البارتنر ورا اسم مين؟ اسم الدومين. لقيته كاتب اي بي برده مفيش مشكله. تمام؟ ما عندناش مشكله فيه. هيطلع نوت ريسبوندنج ما تستعجلش سيبه. واخد مين هو؟ 22. هو الكلام مش مظبوط قوي لانه مش 22 هو المفروض ايه؟ 2 بس. انا ممكن اكنسل وابدا تاني بس مش فارقة. 20 عشان ما تديش سي في. ماشي من خلاص حطيت له اي بي. طب ساعتها اعمل ايه؟ ولا حاجه. ممكن تعملها من اول وجديد وتجرب تاني. لو طلعت اتنين ماشيين هنكمل عادي مش هتفرق معانا قوي. بس انت المفروض لو انت ماشي صح وما عملتش التعبانه اللي احنا عملناها وشيلت اي بي حط الاي بي هتلاقي الدنيا مشيت معاك تمام. يا مسهل. ماشي خلاص مش هتفرق. بص بقى قال لك ايه. ثانيه واحده بقى بنبص هو الراجل ده شغال دي اتش سي بي ولا انت جايب لي اي واحد من الشارع يخش معايا؟ لا هنشوف. برضه المفروض نديله وقته. نعدل في الاي بي. ينفع. ينفع تكتب الاي بي مانوال بايدك اصلا. لو انت مش عايز تعمل كلمه اثر مش فارق. تمام؟ يعني. بس يمكن عشان الواحد خلاص عدى عليه كميه مشاكل كبيره. زي عبد الحليم كده اهلا بالمعارف مش فارقه. ما بالنسبة لواحد زي حضرتك كنت لسه بتبتدي إذا سمحت اتأكد إن كل حاجة شغالة تمام. تمام؟ طيب أنا كده هقول له إيه؟ يا ترى لو قلت له كده هيمشي؟ يبقى الراجل ده كان لسه شايفه أديشنال ب 22 لما خد من مين؟ الديش اس بي. عدنا؟ مشكلة حاجة تسلم. هنا ده بيقول لي إيه؟ الريليشن دي أو العلاقة دي هسميها إيه؟ سميها زي ما تسميها مش فارقة معايا. تحت هنا مكتوب المود ايه؟ او اللي هو في الاوفر، كلمه ستاند باي معناها في الاوفر. طب انا اختار اللود بالانس. انزل كده تحت في عندي كلمه اسمها مين؟ مسج. دي لما اي حد يحب يخش معانا تاني وياخد جزء من الشغل بتاعنا لازم يكتب الباسورد دي. انا هعرف ازاي ان احنا كلنا مجموعه واحده او جروب واحده لينا كلمه سر واحده نتكلم فيها. طبعا انا ممكن ايه؟ بالنسبه لنا هنا مش هتفرق ان انا كده كده لا. لكن لو انت بره لازم تكتب باسورد. اي باسورد تتعجبه. السؤال بقى انت خدت بالك ان هي لما لود بالانس ايه لي ايه؟ اللي انت شغال عليه هياخد كام من الشغل والتاني ياخد كام؟ 50. ينفع اغير؟ اه ينفع. لو انت حاسس ان واحد فيهم اعلى في الامكانيات انه يشيل اديله نسبه اكبر من احمال مين؟ الطلبات. طب لو انا اخترت خد ستاند باي بص كده بص هيتغير ايه؟ اه بص بقى كده الراجل اللي اضافي عندنا ده هياخد كام؟ 5% من الرينج مش 5% من الاحمال. خد بالك من الكلام 50% 50% من الطلبات مش من السكوب. الستاند باي بيعمل ايه؟ انا 95% من ارقام السكوب وانت 5% من ارقام السكوب. طب ليه ما قالش حلو؟ لان اوريدي مش الواحد بس اللي شغال والتاني قاعد ايه؟ مريح. تمام؟ طيب انا هيديله الرينج ليه عشان حد يطلب منه ولا عشان مش فاهم؟ يعني ليه 5% بس؟ ليه 5% من الرينج اللي هو؟ قصدي ليه اصلا بيديله الرينج؟ هو قصدي يقصد اللي هو اللي طب ما يتعمل كل حاجه. هي العلاقه المعينه.
يا تاخد الاحمال يا تاخد الارقام. انت عايز تشتغل بايه؟ يعني الرينج دلوقتي لو 100 لو 100 يوزر الرينج انا عامله 100 هو شغال ايه 95 شغال انت ايه؟ دي اتش سي بي حلو لود بالانس ولا الفول اوفر؟ الاوفر طبعا. يبقى ال 100 اي بي اللي معاك 95 خدهم اللي انت بتقول عليه لوكال وخمسه بس واخدهم الراجل الثاني خدهم ايه هيوزع منهم؟ ايوه هيوزع منهم يضرب منهم ايوه اللي هو وقع بقى اللي هو الاساسي هياخد ال 95 مع ال 5 اللي هو ال 100 هيقعد فتره ما هي لسه جاي هيقعد فتره شغال بالخمسه لو خلصوا الخمسه ما هو يا جماعه هو عارف ايه اللي اتوزع من الخمسه و90 ما هو شايف ايوه صح احنا بنقول اصلا خمسه ليه خمسه بالظبط كرقم؟ لا احنا ليه بنديله رقم اساسا هو المفروض السنه يبقى استنى هو جاي يعمل ايه في الشاب جاي يتفرج عليا؟ قاعد مستني قاعد بيتفرج مستني ايه بقى؟ انا واحد جديد دخلت في الشاب هتعمل ايه؟ يشوف بس لحد ما كان يقع وهو يقوم مكانه الراجل الاولاني الراجل الاساسي والاولاني وقع وانت جاي بتعمل ايه؟ ما هو التاني بقى هيشيل كله هيشيل كامل لو اصغر حد هو يقوم في 5% وانا ماشي نفس اليوم بالاخر يعني ال 5% مش مهندس لغايه ما اتاكد ان الكبير بتاعي خلاص الله يرحمه صح تمام زي بالظبط يا جماعه ال 500 ريد 500 سيت نمبر اللي كان خدهم مين؟ الاديشنال وانا شغال بال 500 لغايه ما اتاكد ان ده مات خالص واخد الفيزمو واشتغل تمام؟ تمام ما شاء الله انتوا يعني فطنين قوي طب اسمع السؤال اللي جاي كده وجاوب لي عليه واحد ابن حلال خد من الديش سي بي الاولاني وعدى عليه الثمان ايام وجاي يجدد جاي يجدد ايه اللي خد منه مات؟ ياخد الثمن ما فيش حاجه اسمها ياخد من الثاني هو حلها بقى ما انا معايا اي بي ياخد من الخمسه الجداد دي ما انا معايا واحد يا جماعه الخمسه اللي انت بتتكلم عليهم دول ناس جديده خالص على الشبكه يعني اول كلام مع دي اتش سي بي سيرفر مع مين؟ معاك انت اللي شايل الخمسه هو كده مش هياخد الخمسه ومعاه هيجدد بس لا ما انا عشان كده بقول لك هيجدد من مين؟ ما هو وقع ما هو بيقول لك ما هو النايل وقع يا عم هيجدد من المباراه دي اه هي دي بقى المشكله احنا اللي فيها حاجات من تاني زي استنى بقى شويه عشان نشوف كل حاجه كده 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 لا بس بس دول وقت بصر الواحد هيبتدي يتكلم كلام مش كويس عن الجيس والله من الاول خالص انت مش عاملها بص يا جماعه بغض النظر يعني وانا حصل وانا شغال كده تمام سواء ده او اللي فات مش فارق بعمل كده بقيت فاهم قال لك لو الراجل اللي واخد منك يا دي اتش سي بي اولاني اللي هو الدومين هنا والدومين وقع وجا معاد التجديد بتاعي اعمل ايه؟ هروح اخبط مش الاقيه فلاقي مين شايل زيه؟ الاديشنال اللي هو في الاوبر بتاعه واللي هو البالانس بتاعي هروح اخبط لو سمحت كنت عايز اجدد انا معاد التجديد بتاعي فالراجل يقول ايه؟ شايل دي؟ مش دي كمان دي معلش انا مش هقدر اجدد لك لان المفروض نديك الارقام تعبان تمام؟ تعبان شويه يبقى انا هعمل ايه؟ اقول له بص اشتغل بالاي بي اللي معاك اللي انت جاي تجدده لمده ساعه وروح ساعه وايه؟ وتعالى تمام؟ في الساعه ديت انا هكون علمت على مين؟ لو قعد ساعه الفيل اوفر بتاعي او اللود بالانس بتاعي شريكي ما قامش وما اشتغلش انا بعتبر نفسي القائم باعمال الاثنين يبقى كده ما بقاش معايا خمسه ده معايا مين؟ 100% تمام؟ بس لغايه ما الساعه تمشي معاك خمس ايبيات ايه؟ ماشي حالك بيهم لو حد جديد جالك ولو حد قديم جالك ما انت كل واحد قديم هتديله ايه؟ نفس ايبي ساعه وتعالى ساعه وتعالى لغايه الساعه دي ما تقلب وتبقى انت الايه؟ الكل في الكل طب لو السادس جه لسه بتقول حلو لو السادس جه قريبا ان شاء الله ما عنديش اي دال يفضل قاعد مستني لغايه كل 30 ثانيه يجي يخبط عليك وتقول لسه لغايه ما يتوفر له اي دي يا اما الساعه تخلص يا اما الساعه تخلص وتبقى انت اللي معاك كله فتشوف له ايه الفاضي وتديه ده لازم تتدد وانت زعلان منه كده ده مفيش سبيل ده اعبط واحد في الشغل بتاع الفيلم هو حلو جدا يا عم حلو هو قريب انا دي اتش سي بي وادي في الاوفر ومين؟ واللود بالانس طب لو انا اخترت هنا كده
ادي الرقم. والستاند باي هنا في حاجه اسمها اكتف. ستاند باي معناه ان هو نايم ما بيعملش حاجه كانه سليب. الاكتف هنا معناه ايه؟ شغال على طول. انا شغال بس برضه ما بعملش حاجه مستني لما الموضوع ايه يتم. تمام. ما بتفرقش كتير معايا قوي بس انا هنا ايه لازم اعلم على ده عشان اقول له موضوع الساعه والساعتين والكلام. طب تعالى اعملها كده لود بالانس ونخليها هنا ساعه ونسويتش اوفر الساعه ونقول له نيكست وفينش. يبتدي يقول لي ايه ثانيه واحده احنا بنربط نفسنا ونبادل البيانات لغايه ما كل حاجه تبقى ايه تمام. اقول له كلوز كده واعمل واحده ريفرش. مفيش اي حاجه اتغيرت هنا. الاديشنال. طب الاديشنال بقى وصل لايه؟ تعالى نبص كده. انا مش شايف حاجه برضه. طب ما ندي واحده ريفرش كده. واخد بالك من اللي جايه دي؟ انا بقيت شايف نفس اللي شايفه التاني لان كل مره طلب من عندي وطلب من عنده ولو حتى استند اوي نفس الكلام. وصلت؟ يبقى انا معايا نفس السكوب وهو معايا نفس السكوب واللي بيسجل عنده بيسجل في الحته بتاعه الادرس ليز وانا بسمعها عشان لو جالي واحد انا اديله رقم بدل ايه؟ من غير الارقام اللي اتوزعت. تمام؟ هنا بقى انت ممكن تقول انا ما عنديش دي اتش سي بي واحد، عندي ايه؟ اثنين بس بيقفوا على انهم واحد لان انا اوجدت ريليشن شيب ما بين الاثنين. وصلت؟ يعني هو كان ريبليكيت برضه. ما هو خلاص هو كده ريبليكيت. كده ريبليكيت. يعني انا لو جيت قلت الراجل ده مثلا ديليت وجا طلب هتلاقي ان هو لما ياخد اي دي تايم ينزل هنا وينزل هناك برضه في نفس الوقت. فالاثنين شايفين نفس الارقام عشان هم لود بالانس وشايفين نفس اللي بيطلع من عندهم عشان هم لود بالانس. الموضوع ده لازم يكون اثنين دي اتش سي بس اثنين. لا 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 هي السيرفس مش مستحمله قوي للدرجه. خلاص انت في الاوفر لما تيجي تعمله قدام شويه مفيش حاجه اسمها واحد ولا اثنين ممكن يبقوا اكتر. يفضل يبقى الرقم فردي مش زوجي عشان يفضل الدنيا شغاله لازم اللي يموت والحي اللي باقي منه يكون اكبر من نص الدخل. حوار كده هنحكيه لما يجي واحد. خلاص؟ لغايه كده في مشكله؟ اتفضل اعمل الكلام ده عندك علشان نتنقل على موضوع تاني ان شاء الله. هل الدي اتش سي بي مهم؟ اه طبعا. اهميته مش في ان هو يوزع، اهميته في الانتجريشن اللي هيتم بينه وبين الدي ان اس. انا مش بقول لك اعمله بس انا بقول لك الفكره بتاعتي بقى يعني انا مضغوط عليا ان انا اعمله. لو انت شايف ان هو هيوفر لك حاجه او يساعدك حاجه فهو مش المانج بتاعه مش صعب يعني. انت ايه اللي مخليك ماسك في الاستاتيك؟ حجم الشركه عندك قد ايه؟ دور على كلمه سيرفيس. في السيرفيس كل الويندوزات كل الويندوزات هتلاقي فيها حاجه اسمها دي اتش سي بي كلاينت اللي هي فين؟ اهي دي كل الويندوزات. الوحيد اللي تلاقي عنده السيرفيس دي هو اللي نزل عليه هو مين؟ الدي اتش سي. وهتلاقي برضه من ضمن الحاجات بص ازاي تطلب تحويل النيم للاي بي دي ان اس كلاينت ولو هو شغال دي ان اس سيرفر اهي. يبقى لو رحت لجهاز ما لقيتش دي ان اس سيرفر يبقى هو شغال اي حاجه غير ان هو يكون دي ان اس. لو رحت ما لقيتش دي موجوده يبقى هو مش دي اتش سي دي سيرفر اساسا. طب لو جيت ورحت عامل دي ستوب يبقى كل حاجه نزلت مش هيشتغل دي اتش سي. تمام؟ بص صراحة دي كده انا لا انا جبت ايه هنا؟ جبت الكور عشان انا كنت حاطط عليه ايام لما كنت منزل الدي اتش سي بي كودز واشتغلت عليه من كده لما اربط الكور 255 يا جماعه حته عليه الدي اتش سي بي كده. طب خليها 99 ده ملوش علاقه بالكور والدي اتش سي بي 255 انت مجرد هنا قشره بتبص عليها من الناس اللي حواليك كده ايه؟ هل معنى كده انت عايز تعمل يعني اي سي معين؟ اه انت مش هتعمل حاجه انا عندي ثواني هو انت هنا بتبص في الشغل يجي يا عم ده الراوتر بتاعك. طيب اللي خلص انا عايز اعرف
لا اعمل ايه هنا؟ ما تعملش حاجه خلاص اديها نيكست. وايه ده؟ ما ده الاي بي بتاع الدومين اللي انت داخل عليه. ولا دي ان اس بس اعمل بقى التاني بقى. عامل التاني ايه؟ اسكان ده انا معنى على الجهاز ذات نفسه. لا لما الجهاز ذات نفسه بعمل على الجهاز ذات نفسه. انت ما فيزيكا اهو بقى ده لسه منزله دلوقتي. ايه رايك؟ عامل دي اتش سي ده المفروض اعمله على الجهازين؟ هتروح على الديش تعمل فيه اوفر ازاي وهو اصلا عضو في الاوفر. طب هو لو ما عملش اصلا في الدومين ينفع نعمله من هنا بس احنا بنروح للمكان اللي فيه الداتا عشان دي تروح هتروح لواحد فاضي تظبطه واحد مليان ازاي. انت كل اللي بتعمله ده عشان الفاضي ده عندك يشوف الداتا بتاعت الناحيه الثانيه. هنا في الـ DHCP server اهو سمع لو في حاجه ايه؟ لو في حاجه وقعت منك او انت فصلته وقعد فتره وفي حاجات بتتعمل هناك وهو مش سامع. تمام؟ طيب في عندنا ايه كمان؟ سوبر سكوب. احنا متفقين انه السكوب اللي هيتعمل على الدي اتش سي بي لابد انه يكون ارقامه في نفس ارقام الكارته بتاعه الدي اتش سي بي، صح؟ حسبي الله ونعم الوكيل. تاني بس مش احنا تاني برضه مش صح. خلاص خلاص هو ده سؤال؟ هو ده سؤال يا جدعان؟ صحراء صحراء. خلاص بقى اخر السيشن هندسه اخر السيشن عايزين ننام يعني. فعلا الظاهر انا بقيت زي الحاجه جنات كده. ايه حاجه مغنيه دورت المشاعر نايمه لنا واخد بالك؟ هو كل الناس نايمه لنا في الوقت. ما علينا، ما هو بيوزع من نفسه الرقم بتاع الكارت. خلاص ما هو المشكله انا قلت ايوه حتى قلت اوصله كارتين لو احنا عندنا اثنين. الله الله يعني فوق انت كده؟ الله اكبر ايه الحلاوه دي؟ تمام والله يعني التكييف اكتر مننا عشان كده حد قال كده والله يمكن لو كان عنده مخ كان زمانه جاوب من كنت اللي سامعه في الكورسات اللي سامعها هنا يعني. طيب يبقى انا كده بربط على الكارت اللي موجود عندي في مين؟ في الدي اتش سي بي سيرفر. طيب السؤال بقى لو انا جيت على الدي اتش سي بي ده عملت سكوب عشرات فخلاص ده الموضوع ايه؟ مفروغ منه وانا واخد في العشرات هوزع العشرات. طب لو عملت سكوب تاني 192 يبقى احنا عايزين نجربه. مش هيوزع. في مش هيوزع. لو جه والدي اتش سي بي سيرفر ده كان معاه 100 اي بي واللي جالي 400 زي عند الباشمهندس ايه اللي يحصل؟ هيوزع ال 100 بتوع مين؟ بتوع العشرات وال 300 جهاز قريبا ان شاء الله. زي يا عبد انا عندي هنا شويه حلوين انا ما بوزعش غير من سكوب فانا عايز اقول له لا وزع بس خد بالك انك هتواجه شويه مشاكل. اول مشكله ايه؟ متفقين احنا موضوع الزيرو لغايه الايه؟ 8 ايام و50% ومش عارف كام والحوارات دي تمام؟ هيجي لك ازاي؟ ده انت واخد 192 وانا عشرات يبقى عمرنا ما هنعرف نتكلم بعض تمام؟ يبقى كان الناس دي كل ما تيجي تقوم هتعمل مين؟ دورة من جديد ما انا مش عارف اكلمها تمام؟ امتى يبقى ده ناجح؟ لو في مين؟ راوتر. ان الراوتر اللي انت في العشرات ينفع يخليك تكلم مين؟ 192 فلو انا خدت 192 يبقى اعرف اشوف الايه؟ السيرفر بتاع العشرات واكلمه عادي. طب لو انا افترضت ان انا لسه ما اعرفش يعني ايه راوتر ولا الدنيا دي كلها وعايزه يوزع برضه. قال لي بسيط. هتجيب الاثنين دول لو سبتهم لوحدهم العشرات موزعه وش وال 192 ملهاش لازمه. ضم الاثنين في اوبشن اسمه سوبر سكوب.
السوبر سكوب هو بيضم الاثنين تحت، واللي يجي يتكلم كانه بيتكلم مع مين؟ مع القشره اللي بره. يعني دلوقتي لما احب اطلب، بطلب من مين؟ من السوبر سكوب. السوبر سكوب يعمل ايه؟ الاولويه لمين؟ لعشرات اللي انا شغال عليها. خلصت؟ بدل ما يزهقنا وكل شويه دوره ومش عارف ايه، اديني 192. وصل؟ يبقى هو في الاول لو هو سوبر سكوب هيضم الاثنين، ويبقى معانا اوبشن انه يوزع من مين؟ لكن بترتيب. ترتيب مين؟ الاولويه ليا اخلص سكوبي انا الاول، وبعدين اللي يزيد اوزعه من مين؟ وهو اسمه ما بقاش ايه؟ ما بقاش ابيبك. تمام؟ ما بقاش ابيبك. عشان الموضوع ده يتم كويس ويبقى شغال مدى الحياه كويس، لازم يكون معاك مين؟ راوتر، عشان يعرف يخلي ال 192 تتكلم من 10. طيب سؤال كمان. هرسم رسمه بسيطه ونفكر فيها، ولما يجي معاك تجربتها هنعملها. افترض ان الرسمه دي هي هي اهي، وهو سكوب واحد عشرات، ورحت عامل كده، وهنا سويتش، ومكنه ما عندهاش اي بي، تاخد من 10، والراوتر بيربط ما بين الشبكتين، واخد هنا 10 0 0 100، واخد الناحيه دي 192 168 1 100. الراجل ده ما عندوش دي اتش سي بي هنا، بس في دي اتش سي بي هنا، ينفع؟ لو عملت الراوتر زي الكوبري وضح اكتر. السن ايه صح؟ قول لي الاسم بتاعته لو انت خدت الكورس. لو عملت مثلا هو كان في كوماند بيكتب اي بي، معلش اي بي اي بي هيلبر، وهنديله البو. ده والله الرساله على اساس ان هي ما رماش في البحر. بص طبيعي جدا، انا لو الراجل ده معهوش اي بي وبدا يعمل ديسكفر واوفر والكلام ده، مش هيوصل. الراوتر هيقفل عليه، لانه الراوتر ما بيعديش اي ايه؟ اي بودكاست. لكن الحل الراجل ده نروح له ونقول له عدي البرودكاست بتاع طلبات الدي اتش سي بي بس. وساعتها يتقال ان انت لو شغال سيسكو، بيقول ان انت محتاج تخليه يفهم يعني ايه اي بي ايه؟ ولو انت شغال عندنا يبقى شغال بحاجه اسمها دي اتش سي بي ريلي ايجنت. يبقى في مايكروسوفت احنا بنسميه دي اتش سي بي ريلي ايجنت، لو انت شغال في سيسكو مش شغال بمين؟ اي بي. الاثنين بيعملوا ايه؟ طلبات البرودكاست بدل ما الراوتر يرميها بياخدها يعديها. بس خد بالك مش بيعديها برودكاست بره. كانه بيطلب من ده كده ثانيه واحده، انا هاخد انا الطلب بنفسي وانا عارف مين الدي اتش 3 هروح اطلب منه. يبقى بتسمعها من هنا برود وتوديها هنا ايه؟ يوني، عشان ما يكسرش الرول بتاعته اللي هي ممنوع انه يعدي مين؟ يرميها على السيرفر. يرميها على السيرفر. السيرفر لو عنده عشرات مش هيوزعها. عنده 162. خلاص؟ اخر نقطة عشان نتكل عليها نمشي. الدنيا برد. الدي اتش سي بي من ضمن السيرفس الخفيفة. اللي انا لو هشتغل زي الباشمهندس كده ما بيتارجت يبص على الاس اي، هتلاقي ان معظم الناس ما بيشتغلوش دي اتش سي بي مايكروسوفت. بالرغم انه سهل وفي اوبشن ومش موجوده لبعض الناس زي السي سي ان والكلام ده كله، لكن الاولويه في وجود الدي اتش سي بي يشتغل من على الفاير وول. ويا سلام لو الفاير وول كان هاردوير، عشان لو انت عامل سبنيتنج او عامل في لانز عليه تقدر تحدد ان كل في لان تشتغل من مين؟ من دي اتش سي بي خصها، زي ما الناس في السيسكو بتعمل بافلانس. اما في مايكروسوفت لو انت خلاص ما عندكش لا ده ولا ده اشتغل. واهم حاجه في الموضوع كله يا جماعه ان دي اتش سي بي بالرغم من كل اللي احنا حكينا عنها ده، الا انها سيرفيس تافهه. ودليل التفاهه بتاعتها ايه؟ ان دي السيل مود ب 250 جنيه ده بيعمل. انا ليه اجيب سيرفر واشغل نفسي اذا كان ممكن ديفايس عيان يعمل نفسه وظيفه والدنيا كويسه. تمام؟ لكن انت لو بتعمل حاجه شبه كده خلي دايما الاولويه اللي تيجي السبيل لو انت شغال على فاير وول احسن. طب وانا هعرف اشتغل في فاير وول وانا ما اعرفش حاجه خالص في فاير وول واعمل ديش سبيل؟
اي ديفايس عنده اوبشن دي اتش سي بي بيعمل نفس الكلام بنفس الطريقه. يعني لو انت اشتغلت دي اتش سي بي عندنا ينفع تشتغلها في مين؟ فاير وول زي صوت وسبورت جيت والناس دي كلها عادي. هي هي هتروح تخش تلاقي فيه سكوب وتلاقي فيه نفس العدد اللي انت عايز تحطه وتعمل اكسكلود وتحط له راوتر وتحط له دي ان اس وتعمل كل اللي احنا عملناه ما عدا الحته بتاعت البولس دي بتاعتنا احنا بس. خلاص؟ فالدي اتش سي بي مهم؟ اه مهم، يغنيني في بعض الاحوال يغنيني، لكن لازم ابقى بديزاين صح. وهي دي اس بي ديزاين صح. احنا بنيجي نحكي زي ما انت شايف كده، هنقول لك اللي بيعمل وبيعمل بنربط منه مش عارف ايه، وبعدين نقول لك ايه؟ خد بالك لو هتحط دي اتش سي بي مفيش داعي تعمل له سيرفر، تحطه مع مين؟ اصله كده كده سيرفس عيان. ولو حطيته مش هيعمل مشكله، بالعكس اهم حاجه في مايكروسوفت بتلعبها في كل حاجه بتعملها الانتجريشن. يعني مثلا شويه قدام كده لما نتكلم عن الدي ان اس، يقول لك لو انت شغال بالدي اتش سي بي اللي يوزع يروح يسجل في الدي ان اس اللي هو الداون. يعني الجهاز اللي انت هتديه للناس بتوع اعضاء الدومين خد من الدي اتش سي بي يروح للدي ان اس يسجله. ولو ساب الدي اتش سي بي طلع يمسح القديم ويسجله ما دخلش عندي في الدي ان اس. فالانتجريشن ده هيبقى حلو قوي قوي كل ما السيرفس بتاعتك ايه؟ تبدا. ماشي؟ انا هنا هوقف على الدي اتش سي بي ده، والجزء بتاع الاي بي هيلبر او الريلي ايجنت ده انا هعمله لما اجي اتكلم عن الراوتنج ان شاء الله. بس انا حكيته لك عشان لما نيجي نطبقه عملي تكون فهمت يعني ايه راوتر وازاي بيشتغل. مش مشكله، يعني بص خلينا نعرف انه لو حصل وحد بيطلب دي اتش سي بي من ورا الراوتر مش هيعدي. ممكن؟ اه ممكن. ازاي؟ كونفيجر الراوتر يعدي، بس مش عايز منك اكتر من كده. ممكن ده بس خلاص.